هروح دلوقتي للأقصر اللي اختتمت فيها فعاليات الدورة الـ15 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، واللي بينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ده بالتعاون مع محافظة الأقصر. تضمن مراسم الاحتفال بختام الملتقى افتتاح معرض ده ضمن الأعمال اللي أنتجتها الدورة الحالية، وأيضا احتفالية تضمنت عرض فني وتم تكريم الفنانين المشاركين في هذا المهرجان. تعالوا نتابع هذا التقرير. سعيدة المرة دي ان انا كنت الكوميسيور بتاع السمبوزيوم بتاع الأقصر. حاولت بشكل كبير جدا اطوع كل حاجة للفنانين بحيث ان هم يطلعوا شغل فعلا من وحي الأقصر، لان السنة دي اول سنة في السمبوزيوم بعد 15 دورة يبقى في سلوجن، يبقى في تيمة للسمبوزيوم وهي الأقصر بعيون الفن. طبعا ملتقى الأقصر للتصوير دي الدورة الـ15، انا سعيد ان هي الحقيقة متواصلين في عدد الدورات. يمكن السنة دي الدورة وثقت حاجة مشاريع مهمة تم إقامتها في محافظة الأقصر، منها مشروعات الهوية البصرية، منها مشروعات التطوير والترميم الأخيرة للحفاظ على التراث وعلى المناطق الأثرية والسياحية. أيضا وثقوا بعض مشروعات إزالة تعديات المباني على المناطق الأثرية ما قبل وما بعد. الحقيقة يعني كل ده بإيد الفنانين المصريين، وكذلك ايضا معانا مشاركين فنانين من دول عربيه واوروبيه واسيويه. يعني انا عندي اهتمام بالطابع التسويقي للمنتج الثقافي، وبما انه الحدث بيحصل في الاقصر فدي مساله تحتاج الى اكثر من نظره. النظره التسويقيه الاولى هو السياحه في المقام الاول، فاكيد الدوله المصريه يعني دوله متقدمه جدا في الثقافه وفي الحضاره، فهذه الخلطه تستوجب علينا ان احنا يعني نضع سؤالا مهما في بدايه تولي مسؤوليه الصندوق، وهي احنا بنقدم الدوره دي تحت اي شعار؟ لازم يبقى في سلوجن. السلوجن ده بيقول احنا الدوره دي تنعقد ليه، ايه اهدافها، ما هي المؤشرات. طرحت هذا التساؤل على اللجنه العليا في اول اجتماع لي معهم، والحقيقه تلقيت العديد من ردود الافعال الايجابيه من حيث الفكره. ثانيا الموضوعات التي طرحت تم الاستقرار على أفضلها، وهو الأقصر بعيون الفن. إذن الفن التشكيلي له دور مهم جدا في إعادة تصوير المدينة بتاريخها وحضاراتها بدعايتها بالسياحة بكل شيء. طبعا أنا للمرة الأولى بشارك في سمبوزيوم الأقصر، دي الدورة الـ15. سعيدة جدا بالمشاركة، وسعيدة جدا بأن أنا قعدت الوقت ده في الأقصر وكأني بشوفها لأول مرة، رغم أن أنا جيتها كتير، لكن اكتشفت أن الأقصر ما بتنتهيش، يعني ما بتكتفيش منها، لأن طول الوقت بتكتشف حاجات جديدة، وكل ما خبرتك بتزيد بتبص بعين جديدة. أنا الحقيقة كنت شغالة في فنون الحضارات القديمة، بشتغل عليها بقالي فترة، بس ما كنتش بجرأ أقرب من الفن المصري، الاقتراب منه شائك لأنه فن مثالي جدا، وأي اقتراب بيهز المثالية دي ما بيكونش لصالح الفنان. بس الحمد لله المرة دي إن أنا قدرت يعني أهضم شوية المفردات وأدخلها في نسيج تجربتي، وحاسة إن دي هتكون فاتحة لأعمال جديدة إن شاء الله، والتجربة جديدة مستوحاة كلها من الأقصر. سمبوزيوم الأقصر الدولي هو سمبوزيوم كلية الفنون الجميلة. طبعا صندوق التنمية الثقافية بيشرف عليه بقيادة وزارة الثقافة المصرية، فبنشكرهم على المجهود الكبير. بنشكر طبعا الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وبنبارك له وفريق العمل طبعا تيم وورك واللجنة العليا، بنكون سعداء بيهم طبعا كل عام وبيشرفونا كل سنة. بنقدم لهم كل الدعم اللوجستي وكل الدعم من حيث الكوادر البشرية، من طلبة لأعضاء تدريس لأي دعم معنوي أو ما إلى ذلك. وكل عام وانتم بخير وموفقين دايما ان شاء الله.